اللي عارفه بان ما خصنا غير التعادل، ولكن هذيك القضيه ديال ما خصنا غير التعادل هي اللي كتخلع، هي اللي كتجيب الله يحفظ شي مصيبه كحله. يعني ما خصناش نبقاو نقولوا حنا خصنا غير التعادل، خصنا نمشيو باش نجيبوا النقاط اكثر، وبروح رياضيه عاليه وثقه في النفس عاليه ومعنويات عاليه. ظفر غير شكاكو وكانوا باغيين يمشيو كاع لابيدجان وكيرغبوني، وانا ما نقدرش نديهم في المغرب عاد غنديهم لابيدجان. انا مشجعه لاولادي اولا لانهم يحبون الكره المنتخب الوطني، وطبعا الروح الوطنيه عاليه دابا لان رجعوا. شوف نقول لك واحد الحاجه، الفن كيف ما الرياضه هما الثقه في النفس، من هذا الشعب محتاج انه يفرق الطاقه ديالو ويشوف واحد المثال اعلى. هذا المثال الاعلى خصنا نشوفه في الرياضه، في الفن، باش نقدروا نعطيو امثله زوينه للشباب ديالنا باش يبداو يمارسوا الفن والرياضه بالشكل اللائق. عياو مساكين الشباب كينتظروا، يمكن الجيل باكمله مشات وضاعت له الكره. الفرحه الكرويه ضاعت مع الجيل باكمله، وفرحه مصر وفرحه التاهل، يعني اخر تاهل يمكن من 94 كاس افريقيا ولا 98 راه مشينا تدعدعنا. اذا هاد يعني هاد الاخبار جيده، ومع هذا النصر ديال الوداد عطانا سبحان الله هذه الفرحه كتدخل قلوب بيوت المغاربه. وحنا بغيناها ما كنطلق من وليداتهم، الفرحه اللي كنشوفها في وجوههم هما اللي صغار ما عارفين والو، كانوا كيهتموا بالكره الاسبانيه ملي خلقوا، ودابا ولاو كيهتموا بالكره المغربيه. سي جينيال، علاش حتى بداو كيشوفوا بان كاين ما يدار واللعابه كيعرفوهم شكون هما ومنين جايين. يعني المغرب باسره وبشبابه في انتظار الربحة، في انتظار التأهل، وما نبقاوش نقولوا التعادل. الرسالة كنقول لهم راه ماشي سهلة عليهم، الآمال فيها الملايين المغاربة، زعما ما نبغيش نكون في بلاصتهم الصراحة.